يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله عمي ابو رياض الله. تسلموا تسلموا شباب، شكرا عباس. سمعت تاني. يا ليلي يا عيني يا ليلي. صح ليلي يا عيني. الله الله الله. خلصوا ليه انت وياه؟ شو اشبك عباس عم تقول لي ما نشرت اني وليه؟ شو اشبك؟ اني ابو رياض، اني ابن بيروت، بحكي شو ما بدي على القلب بفوت. اني بعشق كل الناس ما بغير حلاس، إذا حدا جاي كربل عنه الأنفاس. أني أني أبو رياض، أني أني أبو رياض، أني أبو رياض مصبع الكارات. أني بقي معكن بكل الأوقات، قلبي شو حساس وبراسي وسواس، سير كل العالم ونهر بعباس. أني أني أبو رياض، أني أني أبو رياض. لك شو قصته منه برا؟ عمي أبو رياض، عمي ابو رياض. مين؟ صباح الخير. صباح النور. اهلا. لك شو صباح النور اهلا؟ صباح الخير. افتح الباب. شو بك؟ مين؟ لك عباس. اني عباس. شو قصتك؟ شو بيقول لي مين قال؟ مين عباس؟ لك عباس شاهين ابن ابو راغب. هلا شو قصتك؟ ايه اهلا اهلا. كيفك عباس؟ كيفك عباس؟ الحمد لله منيح. شو عندك حدا؟ لا. شو قولك؟ ليه ما عم تفتح؟ طيب ليه عم تحكيني من ورا الباب؟ ما بقدر. ليش؟ شو في؟ صاير شيء؟ لا ما في شيء. طيب افتح لي. عايزك. ليك ضروري تشوفني اليوم؟ ايه ضروري، لانه عايزك بموضوع عمي ابو رياض، بدي اخذ رايك فيه بشيء بياخد العقل. ما فينا ناجلها لغير نهار. لك ليش شو صاير معك انت؟ لا ما فينا ناجلها. انه مصر يعني؟ ليه عم تحكيني هيك؟ انجا تمك عم يبين. ايه مصر، بدي شوفك اليوم. مشغول فكري عليك، الك يومين ما طلعت على الحاي. منيحك؟ طيب رجعنا رياض. شو رجعنا رياض؟ صباح. شو هذا؟ ليه ظاهر انا رياض هيك؟ لا اهلا. شوفي صباح الخير. لك شو قصتك مثل اللي بيعبوه تعبيه وبيكرجوه بيقولوا له كروش بيصير دبدب هيك؟ اهلا اهلا، كيفك؟ صباح الخير عمي ابو. صباح النور، شو اخبارك؟ الحمد لله أنا منيح. إن شاء الله منيح. لك منيح. شو بك؟ شو صاير لك؟ شو إيش بك؟ شو بك؟ يلا احكي اللي عندك، لأنه مشغول. أنا ما اضطر أرجع أفوت أدخل على المنزل تاعي. لك ليه بارم لي ظهرك مثل الدراما اللبنانية اللي بيمثلوا بالتلفزيونات بيحكوني من قفا ظهرك؟ طيب شو بدك تساوي هلا؟ برام خليني أشوفك. إيش بك شي؟ مصر تشوفني يعني؟ إيه مصنج. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. شو هيدا؟ شو صاير لك؟ ما صاير لي شيء. شو صاير لك؟ ما في كعكة بوجهك هالقد. كعكة؟ شو هي؟ ماشي. عمي ابو رياض؟ نعم. شو ما مخبي علي شيء انت؟ لا ما في شيء، ما في شيء. انت مخبي علي شيء؟ مزرقة لهون وقلك اني وجعتني لإلي اني عينه. طيب تفضل، اهلا وسهلا فيك، تفضل. شو الحكاية بقى؟ شو صاير معك عمي ابو رياض؟ اهلا. داخلكم. يا عمي ابو رياض، شو صاير معك؟ ايه شو هالصفقه هون؟ هيدي هون الصفقه. ماشي. ذكرتني. ماشي. ما كنت جاي، كنت ماشي امبارح انا على الطريق. واذا بلتقى مين بمين؟ بمين؟ بنسمه. نسمه شو ها؟ نسمه جاي بوجهي وطلع زيحي. هذه طريقه. قلت لا فشر، انت بتزيح.
طلع زيحي صعب زيح زيحي ما بزيح لنسمت اتطور الحكي يعني وياها ما تكون كاستينيا منظر رح تخبطها بالعصاية على مخها وإذ ما بنتبه مين جاي وراها مين؟ أبوها هوا أبوها مين؟ هوا أه؟ أبوها لنسمة بكل الحي ما في لا نسمة ولا هوا إيه إجا هو قال لي كيف تضرب لي بنتي قام صفقني بعيني شو هو اللي صفعك بعينك؟ الهوا قوم عن البساس بقى قوم نعم قوم بقى نعم شو قلت هلا؟ تعمل لي إياه هلا أوضة ودار ومطبخ شو فكرني جاي من ورا اللفتة قوم عن شو؟ عن البساس أنا قاعد عبساس؟ لك منك قاعد عبساس هاي كلمة وبتنقال إنه يعني حاجة جلد حاجة فنس أنا أفنس؟ عمي أبريد معقولي لك أنت جاي؟ بعيني تفنسة؟ بعيني تركيبية شو نسمة وزيحة؟ مزبوط معك ويجي أبوها الهوا وصفقنا إيه مزبوط الهوا بيصفق بس ما بيدنجر هيك معك حق إيه عم بيصفق الرقبة بيصفق الظهر إيه وبيصفق ال... إيه ماشي الحال ايه مزبوط عم بكذب عليك ايه عم تكذب مش هناك بدك تقلي الحقيقة بدي أقول لك الحقيقة ما أنت لسانك ب 7000 شبر أو شيء 3-7 أشباط ليه عم تبكي؟ ليه عم تبكي عباس؟ أنا لساني بسبعة شبر لا بس لأنه أنت ما فينا نقول لك شيء كل ما أقول لك شيء ما أنت كمان مثل الجرس على طيع بغل بسيطة أنا البير تبعك وبير أسرارك بتقلي هيك لقلي لي عمي أبو رياض معقولي هيك؟ طيب ماشي الحال بس إذا خبرتك توعدني ما بتخبر حدا؟ لا والله العظيم ما بقول لحدا أمجد وحياتك ما بقول اسمع الاخر قول لشوف قول اللي صار معي يا عباس شو فيها بالزمانات؟ لا ما شيء هيدي امس هيني ايه تفضل جاهز للخبرية؟ قول يلا شو هاي؟ ليه عم تبكي؟ لك شو بك بسكت عني بتبكي انت؟ اخي يا عيني شو عم تجعني يا عباس؟ موجوع 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 صار لي سنين وبقلبي لي وبعيني لهي وبعيني لهي ايه طبعا يمكن بصدر الماح ولا اني ابدي ما في طب قول 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 شو صاير لك وحيات عمي ابو رياض سرك ببير بدي اعرف ما بقى فيني رح موت ضربني البابا مين ضربها البابا ابوي بابي بابي ايه البابي ضربك ابوي ايه ضربني طيب هاي رح نبلعها ماشي الحال ليش ضربك البابي ضربني لانه كنت عم بترزل على جدي لا تعال لك اي جد من نون جدي ابوه لابوي هذا البابي بلعناها ايه بس جدك كمان عم تترزع الاعلام عمرك 90 وفايت بالمية ما عمري 90 شو يشبك لك عمي ابو رياض قلك شي شغلة تتصدق طب ليش ضربك جدك منيحة ما انت بتعرفه لابوي ابوك ايه بعرفه ايه وجدي ما معرفتك عليه لجدي لا بعد ما حصل لي الشرف رياض بيك الاول معروف كلهم رياضات انتو ايه؟ ليش ضربك الله ما نحنا كل فترة بنطلع منشق على جدي اللي قاعد بالجبل نطلع كلنا الفاميليا جدك هو هذا ايه جدي ايه ابو ابوي ايه مزبوط تروح وتعمل نطلع من عندهم نشق عليه وكل شيء لا وجدي قاعد هونيك بالجبل وكل شيء فطلعت انا واهليتي وبنفس الوقت التقينا اجا ابن عمي درويش ايه يلي ابوه بيكون اخو ابوي ايه وامه على امي خلص ايه وامه على اخ ابوه على اخ امه درويش ايه ابن عمك يعني ابن خيو لبيه ابن عمي ببصت كثير الكوزان تاعي هذا الكوزان بتلتقى عند بيت جدي وبنلعب كل شيء بنتسلى فوق انا والكوزان تاعي بابي وكوزان ايه فنحن عم نلعب ونتسلى انا ودرويش نعم لانه بس نلتقى انا وياه بنصير هيك مثل نتريزل وكل شيء بنحب نتساءل على جدي وكل شيء انتو درويش ايه نتشيطن فجدي بس كان عم بيقشر بس خلص كان عم بياكل له شيء 4 كيلو افندي خلصهم يا ساتر هي درسه طيب اه. بس خلص شيل الطقم تاع سنينه وحطه على الكوموندينا اه. بس حطه انتو توشوش لاني درويش سرقني له الطقم بتاعه يخرب زوقه لانه فاتي شطف ايديه وكل شيء وخبيناه بالميزانين بالميزانين تاع بيت جدي شو الميزانين يعني هيدي شو اسمه الميزانين شو سموها يا خيي في ناس ما بتعرف شو الميزانين قول شو الميزانين تدخيته هلا بطلتها هلا باردون منك باردون منك المهم اجا جدي صار يطبح بشونا قال لي يا منظير عم يفتش على الطعم الطعم وين خا وين الطعم تاعي قلت له ما بعرف شدو سأل درويش ايه؟ ودرويش كمان نكر ايه؟ قام وهرب درويش وعليت المصيبة فيي لقطني جدي قال لي هلا بدك طعم تاعي قلت له جدي افتح لي خزينة فتش بركي ما كل طعمتك بتحطهم بالخزينة عم حلوة مهضومة ايه طعم كذا ايه وإذ بيجي أبوي بيقول لي 100 مرة قلت لك ما تترزل على جدك لأنه بتعرفوا لجدك هيدا رجال كيف بدي اقول لك رجال انه ما فيك انه عصبي منرفوز منرفوز وكل شيء
ايه قام اعطيني الطقم وكل شيء، قام اجى بي ابوي ضربني على عيني، قال لي 100 مره قلت لك ما تترازل على جدك رجال. جدك رجال. شو ضربك على عينك؟ طرقني بكف ايده. لك شو كف ايده؟ شو هذا كف ايده بيقتل حصان؟ ايه عم طارقك مهدي هذا على عينك. طرقني كف على عيني لوقني وحياتك. شو عم تحكي؟ وحياتك عبيس. يعني هلا انت عمي ابو رياض اكل قتله من الباب. انت ما بيضربك ابو راغي؟ انا ابو راغي بيضربني، الله يطول بعمره بيضربني لما كنت صغير. ايه بس لما صار عمري 90 وفايد بالمية ما حدا بيضربني. انت صار عمرك 90؟ لا انت يعني لما بصير عمرك 90 فايد بالمية ما حدا. يعني هلا انت خلاصة الموضوع ايه؟ انك انت اكل قتلة من مين؟ من ابوك. من البابا. ايه اكل قتلة ومرنخ فيها. ايه اها. ايه طيب منيحة. منيحة. ما تخبر حدا. لا 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 انا ولا يمكن، ما راح جيب سيري لحدا بالمرة. شباب اسمعوا ملا خبرية عن عمي ابو رياض حق ملايين. خير وعينه بقى شو صارت هالقد. يا مثل ما عم خبركم جد ابو رياض ورميت راحت زرقة. عامل لي حاله قال انه هو شو فهلوي زمانه وكذا واكل قتلي من كثير عباس كثير كبرانة. بك انا عم اقول لك عم لهيب فيها صار. يا ساتر يا جد أوري. يا حرام. بتزيح نسمة يا ابو نزار واز مين بيطلع لي؟ مين؟ ابوها هو. ايه بقول لي ليش عم تعب؟ ليش عم تطلع هيك لبنتي نسمة؟ بروح صفقني وين؟ بعيني. بيتأمل له الهوى. هيدا هوى؟ ليش هول ولادنا؟ مرحبا يا أولادي يا شباب. مبروك منذر. منذر مبروك. مبروك منذر. منذر مبروك. شو خير؟ شو عيد ميلادك اليوم؟ لا عيد زواجك؟ لا تعال نشوف. يا عم بيباركولك لكن ما بعرف. منذر منذر مبروك. لحظة مبروك منذر. شو جده؟ رقبوا عينه رقبوا عينه رقبوا عينه. شو في شباب؟ شو في؟ مبروك مبروك. ضربك الوالد؟ لا. واي فاي فاي. نعم نعم عمي ابو رياض عفوا ما تواخذنا. طرقه بوكس على عينه ابوه. ولو منذر ما عبنا الهوى اللي طرقك. ايه هو الهوى اللي صفقني. والله. وليه انت ويه؟ انتوا عم تكبروا كلام لو يعني يا ابو رياض؟ أنا منذر الرئيس. أنا من بيروت. ما حدا بيحكي معي هيك. هيك بعدين مين خبركم إنه الخبرية إنه أبوي ضربني؟ طبعاً أبوك ضربك. الله يخلينا عباس. شو القصة؟ قال شلق قال حط طقم أسنانه على الموزمين. لا 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 أبو رياض لازم عم تخبرهم كل شيء؟ لك شو عم تخبرهم كل شيء؟ خبرتهم عن درويش؟ درويش ايه هو ابن عمو درويش. قلت لهم عن درويش. ايه الكوزان تاعي؟ ايه قال درويش مين بيكون؟ الكوزان تاعه. حبيبي يا درويش. لا 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 ابو رياض لا المسألة ما بقى بدها ما بقاش بدها يعني. لازم تفرجيهم هيبتك. شو عم تروح هيبتك؟ بكره بيركبوا على ظهرك. ايه معك حق ابو نزار. معك حق. كيف عينك عمي ابو رياض؟ بتسلم على عينك. طوفي تليفون. نعم تليفون. خليني اقول لك شغله، انا اللي بيضربوا بيو ما له مطرح بيناتنا. يا طوفي يا طوفي. لا 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 تخنت كثير هيك. والله 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 ويا طير وبقالك ريش. رضاع الوفا راح، ما بقى في وفا بالدنيا. فافا روح انت وفروفرو لعند فروفرو على المحل وجيبوا لي 2 كيلو بطاطا مصريه. لا ما حزرت. نعم نعم انت بتعرف يا جدي انا ما برفض للطلب بس بعد هيدي الضربه مني قبضك. انك قبضني؟ مش الحال. حسن تعم عاوزك. لحظه خذوني معكم. رايح معهم؟ مشي مشي كله فل؟ يلا وانت بدك تفل معهم؟ روحوا روحوا شباب. هلا بيجي هلا بيجي. الله معكم الله معكم. يا عيب الشوم بس يا عيب الشوم. شو طلعوا مني كلهم؟ طلعوا منك عمي ابو رياض على اساس انت اكل قتلي. قالوا ما حدا يقبضك. ايه انت مبسوط بحالك يعني؟ لك شو مبسوط بحالك؟ انه هيدا انه هيدا اللي امنت له انا؟ لك شو امنت له هلا خبري يا ما لها ستي عند سيدي؟ قد ايه انت عامل في مقالب وبتخبر كل الاسرار؟ احكينا هالشغله عن طيب خاطر. عباس صديقي نعم انت لا تؤتمن على سر. معك حق ابو نزار.
يا عيب الشوم عليك يا عباس. شو فيه هلا؟ هيدا لانه امنت لك وخبرتك سرتي من عندي. رحت خبرت كل اولاد الحي الاول حتى هيك بغضالوني وهينوني. لا ما حدا بيهينك فشعر، بس انه مش الحال. ما قصدي عمي ابو رياض، بس ما قصدي نعمل جو نحن بس. عم تعمل جو؟ ايه لانه انت وان مان شو او شيء. لا شو هي وان مان شو؟ دراماتيك. مش الحال دراماتورج. هيك يا عباس. شو الله يوفقك. لمين هيدا؟ إلي. الله يسترني منها. ماشي يا ابو نزار، انا معوزك. الله يسترني منها. على نفسي هجنت براقش. شو اسطو عم يحكي هيدا مكسيكي كل الوقت؟ شباب خدونا. يعني هيدا اللي عم بيصير بالحي؟ هيدا مش معقول. هيدا يعني وين هيبتك؟ معقولة؟ طيب بعد ما معقولة ابوك يمد ايده عليك بعد هالعمر كله؟ هيدا بدك للحقيقة يا ابو نزار؟ لا في حقيقة غير هيدا. انه صدقت انت انه ابوي بمد ايده علي وبيضربني؟ يعني صراحة شكيت بالموضوع. يعني القصة وما فيها، ما بدي افشي السر عن عباس اللي صار معه لحتى اتشطر عليه ما اعمل له مشاكل، لانه ما بريد ابدا تضقه شوكة. هو افشى السر. احكي احكي شو القصة؟ احكي يا ابو رياض. وما بدي اعمل له مشاكل معك. معي؟ لشو خصني انا؟ بدك خبرك القصة وما فيها؟ طبعا. والحقيقة؟ والحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. القصة ما فيها انه عباس عم بكب عيون على بنتك وتضيع ابنك نزار. عبنتي انا؟ عم بتحشر ببنتك. ببنتي؟ بنتك انت. ايه عباس عم بتحشر ببنتي. واجا لعندي ابنك نزار عم بيقول لي انت، لانه ابو رياض انت بمثابة ابوي وبحترمك وكل شيء، وبما انه هيدا المشلخ ابنك وبتعتبره مثل ابنك، خلي بعيد عن اختي. معه حق. قلت له معك حق يا ابني. عم شو بدك يقول له عباس؟ قال له انا ما فرقاني معي، شو انا اختك بتعجبني وبدي اتحشر فيها وحتى لو كنت مجوز. لك بلا اخلاق بلا شقمه الوطي. ايه قلت له لا يا ابني ما تحكي هيك مع ابني، مع ابننا نزار. ام نزار تضايق، ما كمان هيدي اخته. طبيعي. اجى عم بمد ايده عم يطرقه بوكس لعباس. زحت عباس، انا وقفت مع حله لانه ما بريد ابدا يضقه شوكه، واجى البوكس بعيني. صار يبكي ابنك قد ما مهذب بعد تربيتك. تسلم تسلم. صار يعتذر مني يقول لي ما توخزني يا عمي ابو رياض، انا ما قصدك لك قاصد عباس. وانت دفعت الثمن؟ انت دفعت انا الثمن، قمت حتى خبي القصه وكل شيء، رحت قلت لهم انه ابوي ضربني، راح فضحني. البلا اخلاق ما عارفه وين. فقلت له يا عباس بعد عن بنته لابو نزار، بعد عنها ما كن ينام. اه يا عباس، اه يا عباس ضارب عينك على بنتي انا. شو بدك تعمل؟ لا يسلب الشرف الرفيع من ايو عمي ابو رياض. ما برد عليك يا عبس. انت بطل يتعطى معنا. كيف الكعك اللي على وجهك؟ عبس بس مش عارف كثير عم. لا شو؟ وين هذا اللي اسمه عباس؟ يا رب. اهلين اهلين، شو بكون هاجمين يا قاتل يا مقتول؟ شو في؟ لك يا عيب الشوم، العيش كتير، بتشوف كتير وبتسمع كتير، يا عيب الشوم عليك يا عباس. خير عمي ابو نزار؟ خير اللهم اجعله خير. الله مش بس الفتنه والنميمه بالحي، عم بتلطش بنتي. انا عم لحظه، انا عم لطش بنتك؟ ايه ما تكذب ما تكذب عمي ابو نزار. ما تكذب يا عمي ابو نزار. ما تكذب. روح شوي يا عمي ابو نزار، انا ما تعطيت معها لبنتك، لا شفتها لا من قريب لا من بعيد. كذاب. كل ما مشيت بتبصبص علي وبتلطشها وليها قوي. بعيب عليك بنت صغير، معيب عليك. انا عمي ابو نزار. هاي عيب. لك شو في؟ لك شو بدي اقول لك؟ لك شو؟ لحظه طول بالك عمي ابو نزار. انا بحترمك وبحترم بنتك وبحترم عائلتك كلها. انت ما بتحترم حدا، اول شيء احترم حالك بعدين احترم العالم. انا بحترم نفسي وما تحطيت مع بنتك. حالك انت. انا كنت بحترمك، هلا ما فرق معي اذا بحترمك. إيه ما تحترمنا؟ هيدا هو اللي هو عم يقول لك. طب فين اللحظه؟ روح شوي يا شباب. اي اخ دخيلكم. اي لا مو درس، لا مو درس هالوسي. كنت تتربى. اي فيك هيثم اخ على باب معدته يا بابا، على باب معدته راح يغطى قلبي. لحظه قولي غطى قلبه. اتركوا خلاص خلاص خلاص، اتركوا اتركوا. تعرف انه بنات الناس مش هيك. خرجك. يلا شباب احملوا قشوا زطوه على بالمستشفى، خلوا يهتموا فيه هونيك. غطى قلبه لانه غطى قلبه بيكفيته العين درس لهلا. شيلوه واحملوه. يعني ما كنت حابب توصل لهون انا، بس هو بس ما بصير هيك ابو نزار. هيدي بنتك.
هيدي أنا ما بقبل. طبعاً عباس هيدا المشلخ يتحشر ببنتك الوحيدة يلي ما عندها غيرها. بنتي؟ إيه؟ بس أنا ما عندي بنات. ما عندك بنات؟ لا أكيد؟ لا ما عندي بنت أبو رياض. حسبت عندك بنت أنا. برقت علي يا أبو رياض؟ لا أنا حسبت عندك بنت. حسبت عندي بنت؟ ما عندي بنت. شو الهدف تبعك من هالموضوع يعني يا أبو رياض؟ ماشي ماشي. المهم حصل خير. يلا حصل خير؟ حصل خير. ما فيش شي تخلقك؟ حصل خير. تروح شوف هالمعتر بالمستشفى شو صار له. الله سامحك. يلا أما بعده هيدا لغز. مش مين ضربك هالبوكس؟ لغز. عباس طفي؟ نعم جدي. فافا؟ اجت ابو رياض حبيبي. فروفرو؟ اجت دو. حسن؟ نعم جدي. ايه هيك بدو اياكم. سيسان قدامي. وصوا ايدي ولي. الله يطول بعمرك يا رب يا جدي. انتو بعد بتتجبروا علي؟ لا ابدا. شفتوا التركيبات اللي بركبها؟ شفتوا شو سويت بعباس؟ طبعا. شفتوا كيف قلت له انا اعطوا ابو نزار انه عنده بنت وهو ما عنده شيء؟ مظبوطنا. لا تتعلموا مع هذا كبيرهم. انا ديك الحي. مين ديك الحي ولي؟ جدي ابو رياض. مين رئيسه؟ جدي ابو رياض. انا الرئيس. طبعا طبعا. انا منظر الرئيس. ما حدا عديها. فهموا لي؟ يلا روحوا احطوا من وجهي. حاضر جدي. والله لكم؟ نعم. خذوني نشق عباس. بأمرك جدي بأمرك. حرام عباس حبيبي يا جدي. تفضل يا جدي. تفضل. امانك جدي. امانك.